صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، معالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن نلتقي اليوم في قمة مشتركة هو قرار تاريخي يجسد إرادتنا الجماعية في الانتقال من القول إلى الفعل. إنها لحظة مهمة تظهر التزامنا الجماعي اتجاه فلسطين وطناً وشعباً ومقدسات، وهو ما يجب أن ينعكس فيما نتخذه من قرارات ومواقف ستصدر عن هذه القمة المشتركة. علينا أن نتذكر أن منظمة التعاون الإسلامي قد تأسست لفلسطين من أجل ومن أجل فلسطين لحماية المقدسات الإسلامية في سبتمبر 1969 رداً على جريمة حرق المسجد الأقصى الذي ما زال يتعرض للاقتحامات وأعمال الحفر والتنقيب بهدف طمس معالم المقدسات الإسلامية وكذلك المسيحية، وهو ما يشكل التزاماً على دولنا يجب الوفاء به واتخاذ كل ما من شأنه القيام به. السيدات والسادة، إننا أمام تحدي حقيقي ومسؤولية أمام شعوبنا وأمام التاريخ بأن لا نسمح لدولة الاحتلال بالتمادي في ارتكاب جرائمها غير المسبوقة التي أطنبنا في تعدادها ووصفها في خطبنا وبياناتنا وفي وسائل إعلامنا. اليوم يجب أن نترجم إرادتنا والتزامنا إلى مواقف وقرارات للتنفيذ وليس للدعوة والمناشدة. لقد طفح الكيل، لقد أصبحت مصداقية النظام العالمي وشرعيته ومؤسساته وما تستطيع القيام به لحماية شعب تعرض وما زال يتعرض لتجريده من حقوقه المشروعة والإبادة والتجويع والتطهير العرقي والتعدي على مقدساته وحرمانه من حقه في الحياة بكل الوسائل، محل شك أن شعوبنا وشعوبا أخرى في كل أنحاء العالم تتساءل عن جدوى مثل هذا النظام العالمي عندما يقوم المتنفذين بتأييد العدوان الهمجي على غزة وتخلق مبررات له وكذلك السكوت على جرائمه. إن سبب ومبعث لقاؤنا اليوم قائم منذ اللحظة التي اغتصبت فيها فلسطين وتحولت كيانا إلى غرباء أتوا لإحياء خرافة توراتية يرفضها كثير من اليهود ويشككون فيها، أو هرباً من اضطهاد لم يحدث على أرض فلسطين ولم يرتكبه الفلسطينيون، وتحول شعب فلسطين أما إلى لاجئين أو يرزحون تحت الاحتلال، وما زال إلى أن ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه غير قابلة للتفريط والتي أقرتها الشرعية الدولية ونالت احتراف ومناصرة شعوب العالم. على الرغم من التأييد غير المبرر لحملة الإبادة الجماعية والسكوت عنها، ويتزايد المناصرون كذلك لعدالة قضية فلسطين والمدافعون عنها والمطالبون برفع الظلم التاريخي عن فلسطين وشعبها حكومات وشعوبا ومن كل الأوساط، ومن واجبنا اليوم توجيه التحية والتقدير إلى قادة الدول الأفريقية الذين كانوا معنا بالأمس في القمة الأفريقية السعودية، وإلى شعوبهم المناصرة المناصرين تاريخيا لقضايانا، وإلى عدد من حكومات دول آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وشعوبهم، وإلى الجماهير في أوروبا وأمريكا الشمالية التي خرجت إلى الشوارع والميادين رافضة لموقف حكوماتها من العدوان على غزة والضفة الغربية، مطالبة بوقف حملة الإبادة والتدمير الممنهج وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
الكوني الواقع تحت الاحتلال. لقد تجلت الإنسانية وقيمها الكونية في الجموع التي خرجت من كل الديانات بما فيهم اليهود الذين كانوا ضحايا لمذبحة الهولوكوست، وهو ما يدحض رؤية المتطرفين والعنصريين في دولة الاحتلال. كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي وإلى فرنسا على مواقفها المؤيدة للمشروع القرار العربي الذي أقرته الجمعية العامة، والسيدات والسادة قادة الدول العربية والإسلامية ومن يمثلهم، ندعوكم إلى أن ننتقل من دائرة الفعل بإقرار خطة عمل فورية. أولاً، تشكيل لجنة مشتركة من القمتين العربية والإسلامية تتوجه في أقرب وقت ممكن إلى عواصم القرار في الدول الغربية لإيصال موقفنا الجماعي لها ومواقف شعوبنا التي تقف مكتوفة الأيدي عما يجري. وإن علاقات الصداقة والشراكة والعمل المشترك في الأمم المتحدة وبقية المؤسسات الدولية لن يكون محل ترحيب في شعوبنا الغاضبة واليائسة من جدوى الشرعية الدولية ما لم يتوقف العدوان والانتهاكات السابقة والحالية. ثانياً، العمل فوراً على تقديم قرار عربي وإسلامي إلى مجلس الأمن يمثل الإجماع العربي والإسلامي ويلقى دعماً مجموعات إقليمية أخرى، يؤكد على ثوابت دعم القضية الفلسطينية العادلة لوقف الفوري للعدوان على غزة والانتهاكات سلطات الاحتلال التي تمارس تجاه قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك من خلال تكليف المجموعة العربية في نيويورك بإعداد مشروع قرار. وليبيا مستعدة من خلال رئاستها للمجموعة العربية في نيويورك هذا الشهر، وأن نسخر كافة الجهود لقيادة هذا التحرك العربي والإسلامي والأفريقي. وهنا نذكر بنجاح الذي تحقق في استصدار قرار من مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009 بوقف عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة، الذي تحقق بفضل الدبلوماسية العربية عندما كانت بلاد ليبيا تترأس مجلس الأمن في ذلك الوقت. ثالثاً، ممارسة كل الضغط والسياسة لوقف العدوان وإدخال المساعدات والفرق الطبية بشكل فوري. الأخ العزيز سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد ورئيس مجلس الوزراء، أعرب لكم عن امتناني وتقديري لشخصكم الكريم ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى الحكومة السعودية والأشقاء في المملكة على هذا الجهد الاستثنائي والتاريخي الذي وصلنا إلى هذا اللقاء. وأدعو الله أن يوفقنا جميعا للخروج بقرارات على مستوى التحدي الذي واجهنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.